بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 141. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله بحث في العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، وهنا يقول رحمه الله في معرض بيان البدعة الإضافية. نعم. البدعة الإضافية وهي التي أصلها مشروع، لكن هذا المشروع يربط بزمان أو بمكان لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصيام، صيام التطوع، فإنه مشروع، ولكن ربطه بأيام مخصصة لا بد له من دليل، وإلا كان بدعة. بدعة. فالذي يصوم يوم الجمعة مفردا، هذا الذي يصوم يوم الجمعة مفردا يكون هذا من البدعة الإضافية، لأن الصيام مشروع. نعم. ولكن تخصيصه بيوم الجمعة هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا. أما صيام يوم الجمعة تابعا لغيره، كان يصوم قبله أو بعده، فإنه لا بأس به، فيباح في التبعية ما لا يباح في الاستقلال. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا لفظ البخاري. نعم، هذا في الحديث الصحيح، النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، والرخصة أو الإباحة لصيامه تابعا لغيره، لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فمن خص يوم الجمعة دون غيره فإنه يكون مبتدعا البدعة الإضافية. نعم. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذه جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: صمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: صمت يوما، تصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فهذا يدل على أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم تطوع حتى يربطه بغيره من الأيام قبله أو بعده. نعم.
وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام لما سأله السائل عن ذلك، وأقسم على ذلك بقوله: ورب هذا البيت. فهذا مما يؤكد أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، فمن أفرده فإنه يكون مبتدعا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده. رواه الإمام أحمد. وهذا أيضا يصرح بما دلت عليه الأحاديث السابقة، وأن العلة عن صوم يوم وأن العلة في النهي عن صوم يوم الجمعة هي إفراده دون غيره، ولهذا قال وحده. نعم. فلو صامه مع غيره جاز ذلك. نعم. ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. اللفظ للبخاري، أن يصوم عادته. نعم، لا يصوم الإنسان في آخر شعبان قبيل رمضان لئلا يظن الناس أن هذا من رمضان، ولهذا نهي عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لم يظهر الهلال بسبب القطر والغيم، فإنه لا يصام لئلا يزاد على رمضان ما ليس منه. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لكن من كان عادته أنه يصوم من شعبان فإنه يصوم يوم أو يومين تابعة لصيامه الذي كان يصومه، لا على أنه بمناسبة رمضان، وإنما لأنه تابع لصيامه الذي كان يصومه من شعبان، وبذلك يزول المحذور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان، وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان. نعم، هذا تفصيل جيد من الشيخ رحمه الله في صيام الأيام. نعم. فهناك صيام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. نعم. هناك أيام تصام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومها أمر إيجاب كرمضان. نعم. وأمر استحباب كالصوم التطوع، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الست من شوال بعد رمضان، صوم يوم عرفة لغير الحاج، صوم يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده. فهذه أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها أو شرع لأمته صيامها فرضا أو تطوعا، ولا خلاف في ذلك. القسم الثاني ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه ولا خلاف في ذلك، مثل يومي العيدين، فإنه يحرم على المسلم أن يصوم يومي العيدين، وكذلك صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومه، كما في حديث عائشة. فهذه أيام منع النبي صلى الله عليه وسلم من صيامها. وهناك أيام نهى عن صيامها مفردة ولا بأس بصيامها تابعة لغيرها، كما سبق أن يصوم من آخر شعبان قبل رمضان بيوم أو يومين تابعا لصيام كان يصومه من شعبان، فلا بأس بذلك. وكما سبق عن النهي عن صوم يوم الجمعة إلا إذا
ربطه بغيره كصوم يوم قبله أو يوم بعده، فصار النهي إنما هو عن الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في هذا الأخير: فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره. نعم، تزول الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بصيامه مع غيره فيكون تابعا لا استقلالا. نعم. فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. نعم، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فإنه لا يصام، سواء قصد الصائم قصد علم أنه منهي عنه أو لم يعلم، فهو لا يجوز. فمن تبين له أثناء اليوم أنه منهي عنه فإنه يفطر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أن تفطر لما صامت يوم الجمعة مفردا ولا يستمر في صيامه. نعم. فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده. نعم، فالمدار على النهي، فإذا صام يوما منهيا عن صومه صيامه غير صحيح، سواء قصد التخصيص أو لم يقصده. نعم. وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. الرجحان في الخلاف، ربما إذا كان فيه خلاف وقصد أن يأخذ بالراجح عنده أو فيما يظهر له، فالمدار على الدليل، المدار في كل شيء على الدليل. نعم. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقاف. نعم. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء. نعم، فالنهي عن التخصيص لا يخالفها المسلم ويخصص شيئا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصوم لأن ذلك معصية، وإن كان صاحبه يعتقد أنه طاعة. نعم. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقاف. نعم، فصيام اليوم المنهي عن صيامه مفسدة فينهى عن المفسدة، وإن كان صاحبه يزعم أن في ذلك مصلحة وهو تحصيل الأجر، فإن الأجر والفضيلة إنما هي فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وغرض الشيخ من هذا والله أعلم الرد على من يحسنون البدع ويقولون إن أصحابها يقصدون الخير. نعم. نقول لا، ولو قصدوا الخير ما دام أنها بدعة فإنها تحرم، ولو قصد صاحبها الخير فليست العبرة بالمقاصد وإنما العبرة باتباع الدليل. نعم. قال: وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. نعم. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له. نعم، وهذا عام في كل عمل، في كل عمل لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا خير فيه، وإن كان صاحبه يظن أن فيه خيرا. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين وبلغ البلاغ المبين، فما ترك شيئا يقرب الأمة إلى ربها إلا بيّنه، وما ترك شيئا يبعد الأمة عن ربها ويؤثمها إلا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قوله: خالف المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. نعم، فالفساد ليس من جهة الصوم لأن الصوم عبادة. نعم. ولكن الفساد من جهة الاختصاص الذي لم يخصه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا ينطبق مثل ما أشرتم إلى اختصاص أوقات ببدع مثل الأعياد أو غيرها. نعم، ما في شك.
من جهة الاختصاص. من جهة الاختصاص. قال فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. نعم، فإذا توهم متوهم مشروعية صوم يوم الجمعة لأنه يوم فاضل وتشرع فيه أعمال لا تعمل في غيره، فيقول ما دام أنه يوم فاضل ويتقرب فيه إلى الله بأنواع من الأعمال فمن جملتها الصيام، لأن الصيام عمل صالح. نعم، فنقول لا، الصيام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فهو مفسدة وليس مصلحة. وليس مصلحة. نعم. وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلقيه لذلك. وكذلك لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، يقول مثلا ربما أن الهلال لا يرى ويكون الناس قد أخطأوا، فأنا أصوم يوما أو يومين قبل رمضان احتياطا، فنقول هذا عمل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون فيه خير أبدا. نعم، صلى الله عليكم. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، يقول الشيخ رحمه الله فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. نعم، تخصيص يدل على اعتقاد الاختصاص، فهو ما خص هذا اليوم إلا أنه يعتقد أنه يختص بفضيلة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك صار تخصيص ما لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام أو صلاة بيوم أو ليلة أو ما أشبه ذلك، إنما هو بدعة، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا من العمل الذي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قيام ليلة الجمعة خاصة أو صيام يوم الجمعة خاصة أو قيام ليلة النصف من شعبان خاصة أو صيام يوم النصف من شعبان خاصة، كل هذه أعمال لا مشروعية لها ولا مشروعية لتخصيصها بصلاة أو صيام، فهذا مما يجب التفطن له، وهو أن الناس وإن توهموا في بعض الأيام أو بعض الليالي فضيلة وأنشأوا فيها عبادة هم يريدون الخير، ولكن نقول هذا ليس فيه خير، لو كان فيه خير لشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب. نعم، قد يكون للإنسان أعذار في تخصيصه بعض الأيام أو بعض الليالي بالعبادة، إما لأنه رأى الناس يفعلون هذا فعمل مثل عملهم، وإما لأنه كره أن يخالف من يراهم يعملون هذا العمل فجاملهم في هذا الأمر، وإما لأنه ظن أن هذا اليوم أو هذه الليلة لها خاصية بالعمل كصيام أو قيام ليل، وكل هذا لا يسوغ للإنسان أن يحدث شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وبهذا ينسد باب البدع. أما لو فتحنا باب الاستحسانات
وباب النيات الصالحة أو باب موافقة الناس ومجاملة الناس لانفتح علينا تشريع كثير لم يشرعه الله ولا رسوله، فيكون هذا من البدع المحدثة المردودة الضلالة. نعم. قال: وإلا فهو كاذب. نعم. من قال: أنا أخصها وأعتقد أنها كغيرها. نعم. إذا قال أنا أعتقد أنها كغيرها من الليالي والأيام، لكن يخصها بعمل، نقول هذا كذب، لأن تخصيصك لها دون غيرها من الليالي والأيام دليل على أنك ترى أن لها مزية على غيرها. نعم. قال: فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. على كل حال وعلى كل تقدير، ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نفعله، لأن وإن توهمنا أن المصلحة فيه وأن فيه الأجر وأنه عبادة لله، بعضهم يقول هذه عبادة، نقول لا، هذا ما هو بعبادة، ليس عبادة. نعم. لو كان عبادة لشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما قام الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله، وأما ما يراه الناس أو يستحسنونه أو يقلدون فيه غيرهم من الذين لا يبالون بإحياء البدع وإحداثها، فهذا ليس عبادة لله، وإنما هو عبادة للهوى أو عبادة لغير الله، وقد يكون عبادة للشيطان لأنه هو الذي يأمر بالبدع ويحسنها للناس ويشرع للناس هذه الأعمال. نعم. قال: وذلك الاعتقاد ضلال، فإن قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا. نعم. وما دام كذلك أنه لم يرد حرف واحد في شأن هذه الليالي التي يخصونها أو الأيام التي يصومونها، لم يرد فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من عمل السلف الصالح، فإن هذا يدل على أن هذا الأمر مبتدع وأنه لا خير فيه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرصوا منا وأعلموا منا في ما شرعه الله ورسوله. نعم. قال: وأن الحديث المأثور فيها موضوع. إن قدر أن فيها أحاديث، نعم يوجد أحاديث يضعها الوضاعون والكذابون لأجل أن يغرروا بالناس ويخدعوهم بهذه الأحاديث، فالحديث له نقاد وله حفاظ. نعم. وله مميزون يميزون الحديث الصحيح من الحديث السقيم والموضوع، فما كل ما قيل أنه حديث يكون حديثا، فلا حديث يكون فيها الصحيح ويكون فيها الحسن ويكون فيها الضعيف ويكون فيها الموضوع المكذوب. نعم. نعم. وكلها تسمى أحاديث، ليست العبرة بالتسمية، إنما العبرة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم برواية الثقات. وأيضا مع ثبوت الحديث لا بد أيضا أن لا يعارضه حديث آخر أو ينسخه حديث آخر، فلا بد من الجمع بين الأحاديث والنظر في مدلولاتها وصبر أن لا يكون بينها شيء من التعارض أو شيء من النسخ أو شيء من التخصيص أو شيء من التقييد، كل هذه أمور لا بد من معرفتها، وهذه مدارك لا يصل إليها الجهال والمتعالمون، إنما هي من شأن الراسخين في العلم. نعم. وأنها أي دعوة فضيلة الجمعة إنما حدثت في الإسلام بعد 104، ولا يجوز والحالة هذه أن يكون لها فضل بعد 104، انتهى عصر القرون المفضلة يقينا، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد ذلك يأتي أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يظهر فيهم السمن. فبعد انقضاء القرون المفضلة لا يؤمن حدوث الفتن والبدع والمحدثات، فلا بد من التمحيص ولا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن لا نقبل كل ما سود في الصفحات أو روي من الحكايات والأحاديث والمنامات، هذا هو الذي أضل كثيرا من الجهال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.